أشرت فيما مضى إلى أن خطط النجاة في أي أمر لا يصلح أن تكون قائمة طويلة من الخطوات، لأنها قد تعزب عن الذهن ولا يدركها إلا في اللحظة التي يحتاج إليها، وستذكر له أهم ما يحتاج إليه لتنجيته من ذلك الموقف، وهذا ما حصل في هذه السورة بالضبط. بمعنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أربع خصال. لماذا لم يكتفي بذكر الإيمان فقط؟ حسناً، يتكرر ذكر الإيمان مع العمل الصالح، لماذا ذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ لماذا لم يقف عند إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ الآن نحن نتحدث عن ماذا؟ أسباب النجاة لا تحتمل الاختصار الذي يمكن أن يضيع أسباب النجاة، كما أنها لا تحتمل الإطناب الذي يسهب فيبعد عن أسباب النجاة، ولذلك ينص على ذكر ما يحتاج إليه حقيقة وفعلا وواقعا. لو لم يذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هل كانت الأذهان ستتجه إليه؟ يصعب تصور ذلك، لكن الله عز وجل بحكمته وفضله أغنانا فبين لنا طوق النجاة، بين لنا أسباب النجاة. ما هي أسباب النجاة إذن؟ الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. الإيمان والعمل الصالح قرينان في كتاب الله عز وجل. ليس الإيمان شعارات ترفع ولا تنظيرات تحشى بها الأدمغة، الإيمان حركة دافقة موجهة لهذه النفس في معترك هذه الحياة، يظهر في عبودية المرء لله تبارك وتعالى وفي حسن معاملة هذا العبد لمفردات هذه الحياة. العمل الصالح، هل يخفى على أحد ما هو العمل الصالح؟ اليوم كنت في المعهد الإسلامي طلاب في الصف 11 و12 وأسألهم عن العمل الصالح، لا يخفى على أحد. فلا تخدعنكم الأنفس الأمارة بالسوء بأن العمل الصالح غامض. كلنا نعرف ما هي الأعمال الصالحة، ونعرف ما هي أعمال الباطل والفساد والغي والضلال. لنكن صرحاء مع أنفسنا، هذا أمر لا يخفى على أحد، هذه كلمة جامعة. ما شأن التواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ تذكرون لما قلت بأنه هو سيأخذ هذا المستيقظ في وسط الحريق، سيأخذ هو احتياطات النجاة أولاً لنفسه، آمنوا وعملوا الصالحات، ثم سيوقظ غيره ولو كانوا في أحلام هانئة سعيدة وردية جميلة، سيوقظهم ولو بهزة عنيفة، وتواصوا بالحق، ثم سيحثهم على أسباب النجاة وتواصوا بالصبر.